شفت الأخ محمد على اليوتيوب. بعدين ضلينا نحكي أكتر وأكتر وحبينا بعض أكتر وصلنا شو في واحد بيجي بيتقدم لبنت بدل ما يقعد بالصالون بيروح على المطبخ وبيعمل كبده كبده اسكندراني يعني لهالدرجه. ما انت اللي كنت عايزه تدويها. انا مش شايف ان الجواز من واحده المانيه مناسب ليا، انا ما بحبش الطبخ فعايزه تطبخ، بالغير كمان ان هي حتى لو هتعمل كل حاجه بتعمل اكل عجيب. هما تقريبا الالمان ما بياكلوش غير شنيتسل وبيروحوا ياكلوا في المحلات اللي هو الدونر اللي هو الشاورما التركي دي. يعني انا كتير بحب الاختلاف، فهل كان السبب الرئيسي او اول سبب انه اتجوزت مصر؟ دماغ مختلفة، مش هقول انا دماغي صح وهي دماغها غلط او العكس، بس هو الدماغ مختلفة، التفاهم والتعامل في الحياة، هي عايشة بشكل معين وانا عايش بشكل معين، فاهم؟ صعب جدا ان الواحد يعرف يتفاهم في الموضوع دوت معاها. حتى كان معايا واحد في الشغل بيقول لي اوعى تتجوز من واحدة ألمانية، عشان انا كنت متجوز من واحدة ألمانية قبل كده وما رضتش تخلف، فليه مش بيحبوا الخلفة بعد 6 و7 سنين جواز؟ انا مش عارف. كتير ناس انتقدتنا انه انا ومحمد ليش ما نطرته لبعد ما يتخرج محمد او انا كمان اتخرج، بس نحنا قررنا انه يكون الشغلة من هلأ عشان نبني مستقبلنا مع بعض. يعني بدنا نجيب توست صحيح.